الرئيس الشهيد يرعى وضع الحجر الأساس لأبراج سان جورج في الأشرفية. في 11 من حزيران 2001 وبحضور كثيف تعدى 1000 شخص، يرعى الرئيس رفيق الحريري إطلاق المشروع الإعماري الذي تتعدى كلفة بنائه 100 مليون دولار. الحقيقة الناصعة أن هذا البلد مؤمن به أبناؤه، وأن هذا البلد بدأت قيامته نراها بأم الأعين، وأن هذا البلد سينهض بإذن الله وسيقوم من كبوته التي تسببت بها الحروب منذ ما يزيد عن 25 عاما. نسمع بعض الأحيان بعض الناس يقولون أن الأوضاع أيام الحرب كانت أفضل، ولم أسمع بحياتي تشكيكا أكثر في الوطن من هذا الكلام. هل يعقل أن نجد إنسانا يترحم على أيام القتل والدمار والسيارات المفخخة والقناصين والقتل في الشوارع والقتل على الهوية، ونحن الحمد لله الآن ننعم بالأمن والأمان والاستقرار؟ لدينا صعوبات نعم، ولدينا تحديات نعم، ولكن لدينا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مسلمين ومسيحيين، ولنا الثقة بهذا الوطن وبهذا الشعب.